أنتم نور العالم، لا يمكن أن تحفظ مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. بالمحبة نلتقيكم متابعين الأكارم، متابعي قناة القيامة وبرنامج اللقاء الأسبوعي. اليوم سوف نسلط الضوء على مخيم عماوس 17/2022. ضيفنا الأستاذ حسام غورو، أحد أعضاء اللجنة الإعلامية لأبرشية البصرة والجنوب الكلدانية، وهو أحد المشاركين والمشتركين في مخيم عماوس. يا أهلا وسهلا بأستاذ حسام. أهلا وسهلا بكم متابعينا. من الفترة 27 أيلول إلى الأول من تشرين الأول لعام 2022 استضافت أبرشية البصرة والجنوب الكلدانية مخيم جماعة عماوس. خلينا اليوم محاور، ريت نتعرف على هذا النشاط اللي تم بالبصرة، فمنذ متى وكيف تم تنظيم مثل هكذا نشاط أستاذ حسام؟ بدأ شكرا جزيلا لهذه الدعوة. بكلمات عماوس، عماوس لمتنا، البصرة جمعتنا. على وقع هذه الكلمات كان هذا المخيم لجماعة عماوس خدمة شبيبة كركوك 17 في مدينة البصرة، بالتنسيق بين أصحاب السيادة جزيلي الاحترام سيادة المطران مار يوسف دوما راعي أبرشية كركوك والسليمانية، وسيادة المطران مار حبيب هرمز النوفلي. تم التنسيق بين أصحاب السيادة، وبعد ذلك قام الشماس ريان لويس من كركوك بالمجيء إلى مدينة البصرة للاطلاع على الوضع، وقام بنقل الصورة الموجودة في البصرة. يعني التخطيط هو كان قبل كم شهر من أجل إقامة هذا المخيم، وبعد أن إجى للبصرة شاف الكثير من التفاصيل، مكان الاحتضان، شنو الأمور اللي راح تنظم، الجولات وين راح تكون. والحمد لله والشكر كان مخيم ناجح بشهادة إدارة المخيم والمشتركين بالمخيمات السابقة. الأبرشيات اللي شاركت بهالمخيم، هل هي فقط أبرشية البصرة وكركوك والسليمانية؟ طبعا هو المخيم المشتركين به تقريبا كان بالمئة شاب وشابة، برفقة طبعا الأب قيس ممتاز المرشد الروحي من أبرشية كركوك. الشيء الحلو اللي كان بالمخيم كان يحمل طابع مسكوني، يعني كان المشتركين بهم من الكنيسة الكلدانية، بالإضافة إلى الكنائس الشقيقة سريان كاثوليك، سريان أرثوذكس، الكنيسة الأرمنية. والإضافة إذا بصراحة حسب ما فهمت أنه كان أكو أحد أخوة الرهبان من أربيل كان قادم أيضا من الكنيسة الآشورية الشقيقة. فكنت تشوفين أنه الأجواء هي مزيج مختلط بين مدن العراق من الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى روح المسكونية اللي جمعت الشديد. هل هذا أول نشاط كنشاط مخيم يقام في البصرة؟ وهل كان هناك مشاركات سابقة؟ كنشاط مخيم هو النشاط الأول واللي يحسب لجماعة عماوس، ويحسب لاستضافة أبرشية البصرة الكلدانية المتمثلة براعي الأبرشية والآباء الأب آرام صباح مسؤول الشبيبة، وأيضا دعم الخور اسقف عماد البنا، بالإضافة إلى الجهود المنقطعة النظير. يعني تقريبا أكثر من 14 يوم شبيبة البصرة يعودون إلى بيوتهم بعد منتصف الليل من أجل تنسيق وتنظيم هذا المخيم،
لكن هنالك نشاطات غير المخيمات وقيمت للجان التعليم المسيحي للجان أخرى كانت تأتي إلى البصرة بين الفترة والأخرى. أما من ناحية مشاركة أبرشية البصرة وجنوب كلدانية بشبيبتها بمعلميها بكوادرها تشترك بأكثر من نشاط بأكثر من دورة التي تقام في بغداد وتقام في شمال العراق، ودائما يمثلون البصرة خير تمثيل كما عكسوا صورة البصرة وطيبة أهل البصرة أثناء هذا المخيم، واللي بصراحة اليوم شبيبة كركوك وشبيبة بغداد اللي ما جايين سابقا إلى البصرة إلى اليوم تحسين أكو بيناتهم رسائل حميمة ويشتاقون إلى الأيام اللي صارت، رغم أنه هي أيام كانت قصيرة لكن كانت غنية بمدلولاتها الروحية والثقافية والاجتماعية اللي دارت خلال هذه الأيام. نعم، الفئة العمرية المشاركة في المخيم. نعم، الفئة العمرية المشاركة بالمخيم هي كانت من 18 إلى 40 سنة، طبعا باستثناء المنظمين والداعمين المخيم أحيانا كانوا يتجاوزين 40 سنة، هم كانوا الأخوة الساندين اللي هم أصحاب الخبرة يعني. نعم. 18 إلى 40 سنة كانت. لما كنا نتابع كقناة القيامة هذا النشاط شفنا أيضا راهبات كانوا مشاركات بهذا المخيم، فأي من الرهبنة كن شاركت معاكم؟ بصراحة حسب معلوماتنا أنه اللي شاركوا طبعا قبل كل شيء حتى لا ننسى النشاط أقيم ودلالة على المسكونية اللي صارت في هذه المخيم، هو كان في استضافة أبرشية البصرة وجنوب الكلدان بدعمهم، ولكن كانت النشاطات هي في كنيسة اللاتين وأماكن إقامة المحاضرات والبرامج الترفيهية في دير راهبات التقدمة اللي هم موجودات راهبتين في البصرة، الأخت سوزان والأخت ناهدة، وقدموا خمس راهبات من مدينة كيرالا الهندية اللي تابعين إلى راهبات سيدة الكرمل، بالإضافة إلى راهبات ثلاثة من كركوك، يعني 10 راهبات كانوا مشتركات. نعم، ماذا عن الإعلام ودوره في مخيم عماوس 17/2022؟ وأيضا أريد تنطينا توضيح دور الكنيسة في الإعلام عن هذا النشاط. يعني اليوم الإعلام الكنسي يؤدي خدمته، المفروض أن يؤدي خدمته بأمانة، وبصراحة الإعلام سواء كان من أبرشية كركوك واللجنة المعدة للمخيم أو إعلام أبرشية البصرة أدى المهمة بأتم وجه، والدليل على ذلك حسب ما وصلنا من معلومات الشماس ريان لويس كان فاتح التقديم المخيم إلى أجل ما، لكن اضطر أن يسد قبل فترة لأن شاف كثافة التسجيل اللي صارت. احنا من نجي على العدد نقول 100، هو 100 مو هواي قياسا بعدد الشبيبة المسيحية الموجودة، لكن باعتبارها التجربة الأولى من الشمال إلى الجنوب، فبصراحة كان دور الإعلام هو دور ناجح منقطع النظر، سواء كان من إعلام المخيم أو من إعلام أبرشية الكلدان في الجنوب، لأن بصراحة عندهم دعم معنوي ومساندة بين الفترة والأخرى من قبل الرعاة والآباء، بإضافة إلى المؤمنين من الشمامسة وأصحاب الخبرة دائما يشدون على إيدهم. خدمتكم جيدة، أنتم تمثلون اليوم وتنشرون البشارة من خلال كل فيديو وكل صورة وكل خبر ينشر، فكان الإعلام وإلى الدور المهم والأهم من خلال التسويق والتهيئة للمخيم، وكذلك بعد المخيم ما دار بعد المخيم من أخبار ومن نشاطات تنبثها ووضح وخلى كثير من الشباب اليوم وكثير من الأبرشيات اللي كانت تخاف تجيل البصرة بدأت تفكر أنه تجيل البصرة وتشوف شنو هذه المدينة وتشوف كنائسها وتشوف المسيحيين اللي هم رغم قلة عددهم اليوم لسان حالهم يقول أنه كما ذكر في الإنجيل المقدس لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. نحن اليوم القطيع الصغير في جنوب العراق، دورنا اليوم هو دور رسالي لنعكس صورة المسيح بنشاطاتنا
بعملنا بإيماننا بكل ما نؤديه خدمة للمسيح وللإنسان بصورة عامة. آمين يا رب. أستاذ حسام، حسب علمك لماذا تم اختيار هالفترة بالتحديد لإقامة هذا النشاط مخيم عماوس 17/2022؟ يعني أولا تعرفون كل زين أنه هو من بداية شهر العاشر إلى شهر الخامس أكو مدارس وكليات وجامعات، فترة العطلة الصيفية مسألة البصرة صعبة جدا، يعني حزيران وتموز وآب تعتبر من الأشهر الصعبة على أهل البصرة نفسهم يعني، فلذلك تم اختيار هذا الوقت لأنه يعتبر وقت جيد، كان كثير مخلصين امتحانات، وإضافة إلى أنه نقدر نعتبر أنه الجو كان مقبول، لأن تعرفون البصرة هي في أقصى جنوب العراق ودائما درجات حرارة هي درجات حرارة مرتفعة. تمام. الآن متابعي قناة القيامة، روح سويا نشوف ريبورتاج مخيم عماوس 17/2022 وبعدين نرجع. مخيم عماوس 17 لعام 2022 كان لمدة 5 أيام، 3، 4، 5، جمعة وسبت. فأريد من أستاذ حسام ينطينا شوية تفاصيل على نشاط كل يوم من هالأيام، ولكن قبل ما نحكي عن النشاطات
أكيد هالأيام كان بها محاضرات، فمن كان يقدم هالمحاضرات ومواضيع هالمحاضرات إيش كانت أستاذ حسام؟ طبعا شكر للأب حضرة الأب الفاضل البير هشام الذي تجشم عناء السفر وقدم من بغداد، رغم كان أكو إلى حالة وفاة أحد أقربائه، لكن صمم على القدوم وتقديم المحاضرات للشبيبة اللي كانت من كتاب اسم الدعوة، صدر سنة 2018 من منشورات أبرشية أربيل الكلدانية، وكانت المحاضرات عن الإيمان المسيحي من ثلاثة محاور: الإصغاء والتمييز والعيش. على مدار ثلاثة أيام كانت محاضرات ومحاور المحاضرات من هذا الكتاب. نعم، خلينا نبدأ من يوم الثلاثاء 27 أيلول. الشباب يمتى وصلوا للبصرة؟ الاستقبال شلون كان؟ هل كان عندكم نشاط بنفس النهار؟ طبعا تم الوصول عصر يوم الثلاثاء 27/9. كان الاستقبال من قبل شبيبة البصرة على حدود البصرة بمرافقة القوات الأمنية اللي كانت داعمة ومرحبة للشبيبة القادمين من كركوك. تم استقبالهم بدير الراهبات التقدمة، بعد ذلك ذهبوا للاستراحة، وبعد العودة تم التعارف بين الشبيبة البصرة وبغداد وكركوك. بعدها تمت بداية المحاضرات من قبل الأب البير كما ذكرنا سلفا. نعم. بعد ذلك تم افتتاح المخيم من خلال الرموز اللي تستخدم في كل مخيم يقام من قبل إدارة المخيم، اللي هو كان علم المخيم، الكتاب المقدس، الصليب والشموع، ومجموعة من الرموز اللي نستخدمها في طقس كنيستنا الكلدانية. طبعا هذا كان اليوم الأول، رغم أنه كانوا مجهدين تقريبا أكثر من 12 ساعة طريق من كركوك إلى البصرة، لكن تم الختام ببرنامج صلاة ومجموعة من التأملات والقراءات ومجموعة من التراتيب. اليوم الثاني يوم الأربعاء 28/9 كانت البداية من خلال نحن نسميها صيحات، اللي هي كانت عماوس عماوس لمتنا البصرة جمعتنا. بعد ذلك رجعنا أيضا إلى موضوع المحاضرات. بعد انتهاء المحاضرات ذهبنا إلى متحف البصرة الحضاري اللي هو في مجمع القصور الرئاسية، اللي بعدة قاعات: القاعة السومرية والقاعة البابلية والقاعة الآشورية. رجعنا إلى مكان المخيم، كانت هنالك استراحة. العصر رجعنا إلى المحاضرات. بعد المحاضرات، قبل المحاضرات كان هنالك أكو قداس قام بسيادة المطران مال حبيب النوفلي، هو قداس المخيم بمعاونة حضرة الأب الفاضل قيس ممتاز، وإضافة إلى أداء جوقات اليمنسة اللي كانت جوقة العطاء من البصرة، عناصر من عندهم وعناصر من جوقة كركوك وأيضا من بغداد، كانوا يؤدون التراتيل في القداس وعلى مدار ثلاثة أيام وفي البرامج التأملية. مثل ما ذكرت أنه أيضا رجعنا المحاضرات، يعني كانت ما جي أقدر أنسى المحاضرات، لأن يعني صراحة أثرت بكثير. اكتشفوا كثير من الشبيبة أنه ممكن دعوتهم تكون المسيحية، مو بالضروره اليوم انه انا اكون راهبه او مكرس ككاهن او كشماس، ممكن ادي دعوه مالتي بحياتي الطبيعيه، وانا بشغلي وانا بمدرستي وانا بالمكان اللي امارس به حياتي روتينيه دائم. بعد ذلك تم ختام اليوم ايضا بصلوات وتاملات، ومن اجل التمهيد لزياره اور في اليوم الثالث اللي كان هو يوم الخميس. تم الانطلاق يوم الخميس صباحا من البصره الى اور، وكان هنالك في استقبالنا علي الكلداني، احد الاشخاص اللي دائما يهيئون لهذه المسائل من عام 2013 من قامت ابرشيه البصره باول زياره لهذا المكان. الدكتور علي الكلداني رحب بنا، طبعا بالاضافه ما ننسى دور القوات الامنيه اللي نعيده مره اخرى ايضا في مدينه الناصريه. تم زياره زفوره اور،
بعد الانتهاء من زيارة زقورة أور كان هنالك برنامج صلاة الوردية المقدسة سيرا على الأقدام من الزقورة إلى بيت أبينا إبراهيم، رغم الحرارة اللي كانت موجودة والشمس العمودية اللي بصراحة البعض ما تحملها لأن ما متعودين على أجواء الجنوب. وصلنا إلى مكان بيت أبينا إبراهيم، تمت الصلوات، بعد انتهاء الصلوات تم شد الرحال والرجوع إلى مدينة البصرة. بعد الاستراحة رجعنا أيضا إلى المحاضرات، مثل ما قلت أنه أرجع مرة أخرى كيف كانت مؤثرة بي الشديدة. أما اليوم الجمعة اللي صادف 3/9 كان يوم مميز على مختلف الأصعدة، يعني كان هو التناول الأول اللي قاموا به أبرشية البصرة والجنوب للكلدان، وكان شيء رائع حضور أعضاء المشاركين بهذا المخيم بهذا القداس، كان يعتبر بمثابة القداس الختامي للمشتركين بالمخيم. بصراحة بعد ذلك تمت زيارة كنيسة مار أفرام، مقر أبرشية الكلدان في الجنوب، والالتقاء بسيادة المطران والخور أسقف سيادة مطران مرحبي بن نوفلي والخور أسقف عماد البنة، بالإضافة إلى مسؤول الشبيبة الأب آرام صباح، وتم تعريفهم على ما هو موجود بالأبرشية من خلال المتاحف وكثير من الأمور اللي أحياها سيادة المطران حبيب النوفلي منذ أن أتى عام 2014، اللي تمثل تاريخ البصرة والمؤمنين والآباء والأساقفة الذين خدموا في هذا المدينة منذ قرون مضت. بعدها رجعنا إلى برامج ترفيهية، وبعد البرامج الترفيهية المبسطة تم الاتجاه برحلة نهرية مشكورة شركة الموانئ اللي سهلت ورتبت الأمور لهذا الموضوع. رحلة نهرية بسيطة كانت. بعد الرحلة النهرية تم السير على كورنيش شط العرب اللي بملامح رائعة من البصرة، والختام أيضا كان ببرامج صلاة والتهيئة للرحيل. ثاني يوم، اليوم الخامس هو كان يوم الرحيل، قبل الظهر أو الظهر تقريبا انطلقوا الأعضاء المشاركين عودة إلى كركوك، وطبعا كان الختام حلو أن يكون صداقات، وفي نفس الوقت خلى عبرة بكثير من قلوب شبيبة البصرة شبيبة كركوك، لأنه أيام مرت بسرعة البرق، وأكو شباب كانت الدموع في عيونهم بس ما يريدون يبينوها، لكن أكو قسم لا فضحتهم عيونهم وبتشوا في اللحظات الأخيرة، لأنه ما كانوا متوقعين أنه المخيم في النقطة الأخيرة من العراق، النقطة الحارة اللي أغلب الناس تشرب من عندها، لكن الحرارة كانت بالوداع، الحرارة كانت باللقاء، الحرارة كانت بكل ما جرى في أيام المخيم. لابد كان أكو بعض الأمور اللي ماكو فد مخيم كامل 100%، لابد أكو بعض النقوصات، لكن مرات الأمور الحلوة هي تبين بنقوصاتها، لكن الشعور الأعم الأغلب على الشبيبة كركوك وبغداد والبصرة هو كان أنه الرضا، وأنه أنا راح أنقهر راح أعوف الشخص هذا عرفته بكم يوم، لكن تعوده واحد على الثاني، مشاعر كانت ممتزجة بين الفرح والحزن، لكن ما هو ثابت أنه هذا المخيم ترك أثر وانتشر ليس في أبرشيات العراق فحسب، وإنما إلى المسيحيين الموجودين في خارج العراق. اليوم يؤمنون أنه المسيحيين الموجودين في البصرة هم حبة الحنطة أو حبة الخردل التي تنشر شذا عطر المسيح وإنجيله المقدس. آمين. أستاذ حسام ابن البصرة، حكينا نعم. شوية على استضافة أهل البصرة الهالشبيبة، من نتذكر اسم البصرة، اسم الخليج، نتذكر السمك، فاستضافته هالشبيبة الجاي يمكن شوية خلينا نقول سمك بصراوي. طبعا واحدة من الأمور اللي ما صارت هي سمك البصراوي.
نعم. يعني كان اكو كثير من الامور كانت معده لكن ما كان السمج في وسطها. واحدة من السلبيات اللي عذبوا بها شبيبة كركوك طبعا هذا العتب على شماس ريان مو علينا احنا يعني. فكانت اكو برامج معده لهذا الموضوع بصراحه، وان شاء الله هي هاي فرصه. هم لو ضايقين سمك البصله ما كان فكروا يرجعون بعد، فهي هاي فرصه حتى يرجعون مره ثانيه حتى نضوقهم سمك البصله ان شاء الله دائما بالمحبه. اما الكرم يعني كرم اهل البصره هو يقول انه هو من مدح نفسه ذمها. احنا ما نتكلم عن نفسنا اليوم يعني بصراحه شبيبه ابو رشيد كركوك يعني احنا نحس بنفسنا قدمنا شيء بسيط، لكن اليوم تعابير وجوههم كلماتهم ورسائلهم الى الان يتذكرون شبيبه البصره كرمهم على مختلف الاصعده بكلامهم بحنيتهم بتعاونهم حتى على طول الطريق. بصراحه انه كان اكو بعض التجاذبات السياسيه في تلك الايام، كان يوم الاول من تشرين الاول كان بالنا يومهم يعني يمكن الى ان دخلوا الى بيوتهم يعني احنا تقريبا قريب الفجر نتواصل مع شماس ريان لويس ومع الشبيبه الاخرين حتى نتاكد ان هم وصلوا بسلامه، انه ما كانوا اشخاص قادمين من كركوك وبغداد، حسيناهم انهم صاروا من عندنا، صاروا من البصره. فلذلك كرمنا ان كنا قصرنا في كرمنا فهو شيء غير مقصود، لكن شبيبه ابو رشيد كركوك وشبيبه بغداد وكل القادمين بصراحه كانوا فرحانين وسعداء، واحنا كنا الاكثر فرحانين، يعني هم كسروا الحاجز اللي عجزوا كثيرين بامكانيات اكثر ان جونا البصره، لكن شجاعه من عندهم شبيبه ومكرسين كسروا كل الحدود وكسروا كل المخاوف ورغم كل التحديات اجوا الى البصره، فكان الكرم اللي موجود شيء قليل بحقهم، يعني هم عكسوا صوره البصره للاخرين. خلال هالخمس ايام المنظمين لهذا المخيم كنتوا هم مخلين بالحسبان مثلا تيشرتات تحمل لوجو او اسم هذا المخيم، كان اكو تكريم مثلا، ايش كان اكو بعد اشياء؟ يعني تم اعداد كثير من الامور للمخيم. كان المخيم انه لكل شخص يشترك في المخيم هو باج وجنطه، وفي هذه الجنطه معقمات اقلام اوراق، وبالاضافه الى الشفقه اللي فادتنا بصراحه ما رحنا الى اور بسبب حراره الاجواء. هاي من جانب تجهيزات المخيم وكثير من الامور اللوجستيه. يعني بالنسبه للتكريم كان اكو هنالك تكريم متبادل من اللجنه المنظمه الى شبيبه البصره ومن شبيبه البصره الى منظمي المخيم، دلاله على الشكر والعرفان فيما دار في هذه الايام الثلاثه. بالاضافه الى ذلك تم تقديم لكل مشترك صوره بها يعني تحمل رمز البصره ورمز اور ورمز بغداد وقلعه كركوك، بالاضافه الى الورديه المقدسه، وايضا توجد نقطه لا يمكن الانغاض عنها اللي هو دعم ابرشيه كركوك وابرشيه البصره وبعض الاخوه المحسنين من اجل نجاح هذا المخيم، بحيث ان الاشخاص اللي اشتركوا من جميع الكنائس كان جميع الكنائس وجميع المدن كانوا بمبالغ رمزيه حتى تخليهم يشتركون بهذا المخيم على تموجه، ويتم الاستفاده من هذه الايام بالطريقه المثلى. شكرا جزيلا الأستاذ حسام غورو أحد أعضاء اللجنة الإعلامية لأبرشية البصرة والجنوب الكلدانية والمشارك في هذا المخيم. شكرا جزيلا لقناة القيامة والاستضافة. متابعينا نشكر حسن تواصلكم معنا، كونوا معنا الأسبوع القادم وحلقة أخرى مميزة.